وصل الباك التايليني يعتبر طبق رئيسي او ممكن انه يطلبونه قبل الطبق الرئيسي. هي عباره عن معكرونه مع الجبنه والبشاميل وشوي تكون كريسبي او محمره من فوق. خلوني اجربها. ملاحظين الجبن كيف؟ نسيت شغله بعد، ترى فيها التركي بيكن، ممكن تطلبونها من دون البيكن اذا ما تبونها. طبق مختلف ويعتبر جديد بالنسبه لي، اول مره اجرب هذا النوع. لذيذ، يبالكم تجربونه. والحين متريا طبق ثاني محضر لي الشيف. أول مرة أعرف أن الكبدة تعتبر من الأكلات الشعبية والتقليدية اللي موجودة في فينيس إيطاليا. طبعاً مسوينها محمسينها مع البصل وزيت الزيتون، كثرين وايد زيت زيتون. خلوني أجرب. بالعادة يعني نحن متعودين بالكبدة تكون فيها بعد بصل لكن بالدبس الرمان، لكن هالمرة فيها خلطة إيطالية. طعم الكبدة هني فعلا مختلف، تحسون بالطبق الإيطالي الأصيل. أول مرة أجربه بهالطريقة، أنصحكم تجربون هذا الطبق بالتحديد.